بتشكيله هجوميه للكابتن مصطفى عبده اللي اعلن التشكيل منذ قليل بيواجه اكيد مصر المقاصه. كابتن عمر، عايز اسالك، هشام عادل، خالد الاخميمي، باولو مفوافي، عبده يحيى، قادرين على تشكيل خطوره على فرقه مصر المقاصه ولا الامور ممكن تبقى في صعوبات دفاعيه في مواجهه فريق ايضا عنده دوافع دفاعيه النهارده؟ لا، ما قادرين جدا، ان هم في الاربعه بيلعبوا من الحركه، الاربعه عندهم قدرات هجوميه كبيره جدا في خروج بره المنطقه والدخول. هشام عادل وعبده يحيى تحديدا، باولو مفوافي بيقدر يلعب 10، بيقدر يلعب على الطرف. المقاصه رغم ان هو بيبقى عنده كثافه دفاعيه كبيره كعدد، لكن ما بيبقاش عنده التنظيم الدفاعي المطلوب، دايما سهل اختراقه. حتى في مباراه الاسماعيلي احمد مدبولي احرز الهدف، كان مستلم الكره من نص الملعب وهو اللي بدا التدرج بيها لحد ما دخل جوه منطقه الجزاء، رغم وجود 10 لعيبه من لعيب المقصه في اسلوب لعب مشابه الى حد كبير لاسلوب لعب هشام عادل وباولو مفوافي وعبده يحيى. الثلاثي ده او الرباعي ده عنده القدره ان هو يخترق دفاع المقص عن طريق ان هو خلخله الدفاع او خلق المساحه، ان هم بيتحركوا بشكل كبير جدا بفلكسبيليتي ما بين الثلاثه، عندهم مرونه في التحرك ما بين الثلاثه داخل منطقه الجزاء وخارج منطقه الجزاء، وهم دول هيبقوا السلاح الاساسي لفريق غزل المحله في مباراه النهارده. احمد الشيخ كارت رابح ممكن يستخدمه في اي وقت؟ اكيد على الدكه، اكيد ده احمد الشيخ واحد من اللعيبه اللي هو الكروت المهمه اللي دايما بيلجا ليها كابتن مصطفى عبده مع غزل المحله في خلال المباريات اللي فاتت كلها. بالتاكيد تشكيله هجوميه لارضاء اكيد جماهير غزل المحله العاشقه لكره القدم، والملعب اللي امام حضراتكم قد يكون ايضا احد الاسلحه في مواجهه فرقه مصر المقصه في مباراه اليوم. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لكلا الفريقين انهم يقدموا لنا 90 دقيقه من كره القدم. مشاهدينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا، يبقوا دايما معنا على شاشات اون تايم سبورتس.